ينضم إلينا من واشنطن خالد خيري مراسل الغد. خالد، كيف تبدو الأجواء لديك؟ هل من بارقة أمل؟ سينار، في الواقع الولايات المتحدة تسعى لإنقاذ أو لإجراء المحاولة الأخيرة لإنقاذ مفاوضات سد النهضة بين الأطراف الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان. ما علمنا أن واشنطن تنظر بحذر إلى نتائج الاجتماعات الأخيرة، وتترقب أيضا وتندهش من الدعوة الإثيوبية لجنوب أفريقيا بالوساطة، على الرغم من أن الوساطة الأمريكية ما زالت دائرة وما زال هناك اجتماع اليوم. ما علمته أيضا من الخزانة الأمريكية أن ستيفن مينوشن مصر على الوصول إلى اتفاق قبل انتهاء المهلة المحددة، وهي 15 من يناير الجاري. الأطراف الثلاثة وصلت بالفعل، والاجتماع سيبدأ بعد ربما 4 ساعات من الآن، ولكن هناك كما ذكرت لك قلق في الولايات المتحدة من فشل المفاوضات الأخيرة، خاصة فيما يتعلق بالتعنت الإثيوبي تجاه المطالب المصرية والسودانية. مصر، الوزير سامح شكري سجل موقف مصر مكررا أن مصر لا تعترض على بناء السد، ولكنها تطلب فقط التنسيق مع الأطراف من أجل حماية الحقوق المال المائية للأطراف الثلاثة، سواء بالنسبة لإثيوبيا أو السودان ومصر، مع الاحتفاظ بحق كل دولة في إقامة مشاريعها التنموية بما لا يضر بالأطراف الأخرى. ترقب حذر من واشنطن كما ذكرت لك، والرئيس دونالد ترامب بنفسه يتابع هذا الاجتماع اليوم، لأنه هو طيب يعني الاجتماع الأخير في محاولات تقريب وجهات النظر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. كيف تبدو؟ هل من نقاط محددة يتم التفاوض بشأنها؟ في الواقع سينار، يعني ما لمست من المسؤولين الأمريكيين هو أن هناك تفاؤل حتى هذه اللحظة بشأن الوصول إلى اتفاق بين الدول المعنية، على الرغم من فشل المفاوضات السابقة. الولايات المتحدة يعني تقول إن لها ثقل لدى هذه الأطراف، وأن هناك محادثات تمت بالفعل مع هذه الأطراف في الفترة الماضية من أجل الوصول إلى اتفاق. ستيفن مينوشن وزارة الخزانة تقول إنها واثقة من الوصول إلى نقطة اتفاق على الأقل يبنى عليها في المرحلة المقبلة، ولكن ما زال الاجتماع يعني أمامه الكثير للإنجاز في هذا اليوم، وربما تستمر الاجتماعات اليوم غد أيضا. إذن من واشنطن خالد خيري مراسل الغد، شكرا جزيلا لك.